السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غتشارك معنا مريمه في غدير معنا عجين المورق، وكذلك غادي دير لي كرواسون ولا شناك، طريقتها الخاصه والناجحه 100%. نتمنى هاد الوصفات تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم. شاركوا الفيديو مع الصديقات ديالكم الى عجبتكم الوصفه. كنتظر التعليقات ديالكم واراكم والاشتراك في القناه بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دابا غادي ندوز للدعاء ديال اليوم 21. اللهم اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا، ولا تجعل لي الشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم امين يا رب العالمين. العجينة غادي نحتاج فيها 500 غرام ديال الدقيق الابيض، كيس ديال السكر فاني ديال 7 غرام ونص، الزبدة ديال المارغرين ديال التوراق، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه كبيره الزبده بحراره المطبخ، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ديال صغيره ديال بيكنج باودر، 250 مليلتر ديال الحليب اللي غادي ندفيه. غادي ندير الطحين في العجانه، غادي نغربلو ونديرو في العجانه، وغادي نزيد عليها هاد الخميره والسنيده، سكر سنيده والملحه وديك المعلقه ديال الزبده، وديك المارغرين غادي نخليها حتى من بعد غنورق بها. صافي نخلط كلشي في هاد العجانه حتى يتعجن مزيان، ومن بعد غادي نديرها في البلاستيك الغذائي نغطيها ونخليها واحد 20 دقيقه ونرجع معاكم باش ندوزو للطوراق. دابا غنبقى نزيد الحليب غير بشويه من بعد ما خلطناها. غادي نخليها ترتاح واحد 20 دقيقه ومن بعد ندوزو نورقوها. من بعد ما سرحت الورقه دابا كدهن الزبده، ذوبت الزبده وكطليها. انا ما بغيتش نزرب هذا المقطع، هذا ما بغيتش نزربه باش تشوفوا كيفاش كدير الطريقه ديال الزبده. كطلق الكوش الاول حتى كينشف شويه، وتزيد الكوش الثاني والكوش الثالث، كتسالي الزبده كلها. صافي ونخليكم مع الصور.
هاد مريمة حادقة تبارك الله عليها وصافي. هاد الورقة درتها 30 دقيقة في المجمد ومن بعد عاد خرجتها ودرت هاد التشكيلات هادو، وهي راه ما كتبغيش دير استنطائيات لا بون ما كتحملهمش، هي تبيع ديرهم خاطر كي كتعرف تخدم بيهم صافي خدمتي بيديها عادي. دابا من بعد ما ورقنا الورقة على هاد الشكل هكذا كتجي رقيقة، السمك ديالها نتوما كتشوفوه هذا هو السمك ديالها. دابا غادي نديروها هادي داشناك نطلوها بلا كريم ندير على شكل شناك. درنا كريم باتيسيير، صوبناها بديك الكريم باتيسيير اللي كتكون واجده، درنا معها الحليب والسكر، جوج معالق ديال سنيده سكر سنيده، ونصف لتر من الحليب، وربعة معالق ديال المايز هاد النشا اللي درنا تاع كريم باتيسيير صافي. مي وجدت لنا وكنسرحوها دابا فوق هاد لاباط، دير عليها الزبيب غتشتت عليها الزبيب وتلويها صافي وتقطعها. دابا حنا قطعناه، هذا هو الحجم ديالو على قد هذا الحجم هذا تقطع صافي. غنديرو في اللاطا وغندهنوه بالبيض ونديروه يطيب. هذا الجزء الثاني غادي نورقوه وغنديرو واحد الشكيل اخر حتى نورقوه مزيان ونرجعو معاكم. نمشيو على هذا القياس هذا ديال الشوكولاط باش يجي في الوسط قد قد. صافي غادي نبقاو مستمرين هكذا حتى نساليو هاد لاباط كلها وندوزو للجزء الثالث باش نوريكم عاود الشكل الثالث. الجزء الثالث قطعناه مثلثات على هاد الشكل، غادي نديرو فيهم الشكلاط وغادي نلويهم على شكل فوغي. دابا كتحلهم من الفوق واحد الفليحه صغيره، من بعد كتجبدهم وعاد كتحط فيهم الشكلاط كدهنهم ب كدير لا كريم في الوسط. انا ما عارفاش راني متبعاها صافي كنصور ونهضر. درت لا كريم في الوسط والشكلاط ولواتهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا معاها ماشي معايا معاها صافي. وغادي تلويهم على هذا الشكل وغاديرهم في اللاطه صافي. تبقى مستمرة حتى تسالي ونرجع معاكم. عاد دهن هاد لي شناك وهاد لي كخواسون لي دارت وهاد شي كلو غدهنو بالبيض صافي وغادي نديرهم يطيبو. من بعد ما طابو كلهم غادي دير لهم مزيان، غتطليهم بالناباج وكذلك غدير فيهم اللوز إفيلي، واللوز مهرمش وكيجيو رائعين زعما انا بهرتني بهم الله يعطيها الصحه وصافي.
هكذا نكون سالينا لا فيديو ده النهار، وإلى اللقاء في الفيديو غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.